فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الصيد كهواية وتسلية جائز مع عدم حاجة الإنسان إلى الأكل منه؟ يجوز، لكن يكره، من تبع الصيد لها، كما في الحديث من تبع الصيد لها، يكره أنه يروح يصيد وهو ما له حاجة، هواية فقط. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.